العمدة ماهر، النهاردة أهالي نجريج يعني أعتقد إن في رسالة قوية أنت حريص إن أنت تنقلها من نجريج لمحمد صلاح بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي. طبعا يعني احنا الفرحة دي احنا كنا منتظرينها من سنين طويلة، ومنتظرينها من أول محمد ملعب في الدوري الإنجليزي في تشيلسي طبعا. ولكن للأسف الظروف اللي هي توقيت البطولة نفسها ما قدرناش ان احنا نسعد ونفرح بيه زي ما كنا نتمنى خلال الفترة اللي فاتت. طبعا وجود طبعا الاحداث الجارية، موضوع كورونا واصابات عندي في البلد، موت الشيخ محمد البهناسي، دي كلها حاجات طبعا الى جانب برضو الحظر وعدم وجود الشباب المتواجد في المقاهي وفي الكافتريات، ده كله جعل ان تمر علينا الفرحة الكبيرة، فرحة حصول محمد على بطولة الدوري الإنجليزي، ودي حاجة كبيرة جدا لأول مصري يفوز بيها. وبالتالي يعني كنا نتمنى يكون الوقت مناسب إن احنا نفرح بيها بشكل أكبر من كده، ولكن نقدر نقول له مبروك وربنا يوفقه دايما، واللي جاي إن شاء الله يكون أفضل له بإذن الله، ويحصل على الحذاء الذهبي المرة الثالثة، ودي طبعا هيبقى يعني حاجة احنا كلنا بنتمناها طبعا إن شاء الله. شايف ان في امل في يعني ان في 7 مباريات متبقيه في الدوري الانجليزي ان ممكن صلاح يحقق فارق الاهداف؟ والله طبعا دي كلها حاجات بتاعت ربنا، احنا ما كناش اصلا يعني انا واحد من الناس ما كنتش يعني املنا كنا ان صلاح يؤدي مباريات كويسه ويؤدي اداء كويس في الدوري الانجليزي، الا انه فوجئنا بان هو هداف الدوري الانجليزي لعامين متتاليين وافضل لاعب في افريقيا لعامين متتاليين، ده جعل ان احنا كمان نطمع ان شاء الله يكون باذن الله يكونوا ال7 مباريات يكون ربنا يعني موفقه ويكون النجاح حليفه ويحاول يحقق لنا بطوله الهداف الدوري الانجليزي، ده حاجه يعني فرحه كبيره، واعتقد دي هيبقى لها وضع تاني وظروف اجمل، يكون الجو ان شاء الله ربنا فك الكرب والبلاء والوباء اللي عندنا، ويبقى فيه باذن الله مره تانية باذن الله نفرح مره تانية وثالثه مع محمد ان شاء الله صانع الفرحه بالنسبه للشعب المصري.